حرية الماسونية، حرية العري والاختلاط والكفر والفجور. نحن نبشر، يقول حكماء صهيون، بمذهب التحررية لدى الأمميين، والأمميون غير اليهود. وفي الناحية الأخرى نحفظ شعبنا في خضوع كامل، وبتأثيرها كانت قوانين الأمميين مطاعة كأقل طاعة ممكنة. لقد انهدمت هيبة قوانينهم بالأفكار التحررية، كما وقع انهدمت هيبة قوانينهم بالأفكار التحررية التي أذعناها في أوساطهم، فأذاعوا وأشاعوا في أوساط الأمميين من غير اليهود وفي المنطقة العربية الإسلامية خاصة تلك الأفكار التحررية، فانهدمت هيبة القوانين وخرج الناس عليها، وقع الشغب والفوضى وأريقت الدماء. لو أن الإنسان تأمل تأملا يسيرا في إذاعة من الإذاعات الأجنبية الناطقة بالعربية، وهي الإذاعة الإنجليزية الناطقة باللغة العربية، هيئة كاملة حسب محمد حسنين هيكل، وهو صادق في هذه وإن كان كذوبا، قال إن هيئة الإذاعة البريطانية تابعة للمخابرات الإنجليزية رأسا في تمويلها وفي توجهاتها، هي لا تخضع للحكومة بطريقة مباشرة، وإنما هيئة الإذاعة البريطانية وهي موجهة في جملتها إلى المنطقة العربية وغيرها من المناطق الإسلامية الناطقة بلغاتها، هذه الهيئة تابعة خاضعة لهيئة المخابرات الإنجليزية رأسا، ودعمها وتمويلها منها رأسا، وهذه الهيئة المخابراتية الإنجليزية تمويلها من أموال الضرائب التي يدفعها الشعب الإنجليزي، وهم يدفعون لأقوام من جلدتنا من بني أوطاننا، وأكثرهم ممن يخضع لأنه موصوف بأنه من أهل القبلة، ومنهم نصارى ومنهم شيعة ومنهم يهود ينطقون بالعربية وهم من جلدتنا ومن بني أوطاننا، هم يدفعون لهم رواتبهم بالجنيه الاسترليني، وهو مأخوذ من ضرائب الشعب الإنجليزي. ما فائدته؟ ما فائدة هذا العمل للشعب الإنجليزي لنشر هذه الأفكار من أجل هدم الإسلام على أهله وفي أوطانه التي تدين به وتخضع لأحكامه وتعاليمه، من أجل أن يصرف المسلمون عن حقيقة دينهم لكي يكونوا تابعين تبعية ذليلة للغرب في توجهاته، فيكون الشرق المسلم سوقا لترويج البضائع، وهو سوق عندهم بالأيدي العاملة لإنتاج ما يحتاجونه من المواد الخام وغيرها، ثم لنهب ثروات هذه المنطقة التي أغنى مناطق العالم بثرواتها، وهي أفضل مناطق العالم في جوها واعتدال حرارتها، فهذا كله من أجل السيطرة. وإلا فلماذا تتوجه هذه الإذاعات التي ينفق عليها من الأموال الطائلة ما ينفق؟ لا لشيء إلا لإشاعة الأفكار التحررية وللتحريش بين الشعوب وحكامها ولإهانة كل موروث ومقدس. ما هي الفائدة التي تعود على هؤلاء؟ هنالك فائدة جلة، وهذه حلقة من حلقات الصراع بين الإسلام والصليبية والصهيونية، بين الإسلام والكفر، بين جند الرحمن وجند الشيطان. هذه حلقة من حلقات الصراع وجولة من جولاته، ولكنها بالنسبة للمسلمين وأسفا كرة خاسرة. يقول بتأثيرها كانت قوانين الأمميين مطاعة كأقل طاعة ممكنة،
أي بتأثير الأفكار التحررية. انهدمت هيبة قوانينهم بالأفكار التحررية التي أدعناها في أوساطهم. وإن أعظم المسائل خطورة سواء أكانت سياسية أم أخلاقية تقرر في دور العدالة بالطريقة التي نشرعها. فالأممي القائم بالعدالة ينظر إلى الأمور في أي ضوء نختاره نحن لعرضها. وهذا ما أنجزناه متوسلين بوكلائنا وبأناس نبدو ألا صلة لنا به كآراء الصحافة ووسائل أخرى، بل إن أعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم من أكابر الموظفين يتبعون نصائحنا اتباعا أعمى. عقل الأممي لكونه ذا طبيعة بهيمية محضة غير قادر على تحليل أي شيء وملاحظته، فضلا عن التكهن بما قد يؤدي إليه امتداد حال من الأحوال إذا وضع في ضوء معين. هذا الاختلاف التام في العقلية بيننا أي بين اليهود وبين الأمميين هو الذي يمكن أن يرينا بسهولة آية اختيارنا من عند الله تبارك وتعالى، إلى آخر هذا البروتوكول، وهو منطبق على واقعنا كما ترى انطباقا تاما حذو النعل بالنعل. فهل يعي المسلمون المسألة كما ترى قد بلغ فيها السيل الربا وجاوز الماء الطبا، وهي مع وضوحها وانطباقها على الواقع لا يكاد يلحظها أحد إلا من رحم الله تبارك وتعالى، ومن استطاع أن يلحظها بتوفيق من الله تبارك وتعالى فحذرها وحذر منها حذر منه. الناس لا يفهمون، ولا يعيبهم أنهم لا يفهمون، ولكن يعيبهم أنهم مع عدم فهمهم لا يريدون أن يفهموا، بل يحاربون كل من أراد أن يطرح عليهم شيئا يفهمونه، وإنما عقليتهم كما وصفت البروتوكولات عقلية الأمميين، عقولهم هواء وقلوبهم فراغ، وهم لا يفهمون شيئا بعمق، وإنما صاروا سطحيين لأنهم شكلوا وشكلت عقولهم على أيدي أعدائهم في مناهج التعليم وفيما يتلقونه من الميديا كما يقولون من الإعلام صباح مساء، مع الإلحاح على تلك المبادئ والأفكار حتى تشربتها القلوب والأنفس وحتى دارت مع الدماء، فصاروا كالزجاجات الملأى بسوائلها مهما وضعت فيها من شيء لا تقبله. إلى الله المشتكى. الماسونية تعادي الأديان الجميعة وتسعى لتفكيك الروابط الدينية وهز أركان المجتمعات الإنسانية، وتشجع على التفلت من كل الشرائع والنظم والقوانين، وقد أوجدها حكماء صهيون لتحقيق أغراض التلمود وبروتوكولاتهم، وطابعها التلون والتخفي وراء الشعارات البراقة، ومن والاهم أو انتسب إليهم من المسلمين فهو ضال أو منحرف أو كافر حسب درجة ركونه إليه. أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر بيانا بشأن الماسونية والأندية التابعة لها مثل اللاينز والروتاري إلى غير تلك النوادي، جاء في تلك الفتوى التي أصدرتها لجنة الفتوى بالأزهر: ويحرم على المسلمين أن ينتسبوا لأندية هذا شأنه، وواجب المسلم ألا يكون إمعة يسير وراء كل داع وناد، بل واجبه أن يمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أساء، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءة. الفتوى ذكرت الحديث
والحديث كما تعلمون لا يكفي، ولكن هذه هي الفتوى وهي فتوى تاريخية، فنافي بها على حالها. فيها وواجب المسلم أن يكون يقظا لا يغرر به، وأن يكون للمسلمين أنديتهم الخاصة به ولها مقاصدها وغاياتها العلنية، فليس في الإسلام ما نخشاه ولا ما نخفيه. والله أعلم، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر عبد الله المشد. كما أصدر المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي فتوى أخرى جاء فيه، وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة، وطالع ما كتب عنها من قديم وجديد، وما نشر من وثائقها فيما كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطابها من مؤلفات ومن مقالات في المجلات التي تنطق باسمها. وقد تبين للمجمع بصورة لا تقبل الري من مجموع ما اطلع عليه من كتابات ونصوص ما يلي: أولا، أن الماسونية منظمة سرية تخفي تنظيمها تارة وتعلنه تارة بحسب ظروف الزمان والمكان، ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع الأحوال، محجوب علمها حتى عن أعضائها إلا خواص الخواص الذين يصلون بالتجارب العديدة إلى مراتب عليا فيها. ثانيا، أنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس ظاهري للتمويه على المغفلين، وهو الإخاء الإنساني المزعوم بين جميع الداخلين في تنظيمها دون تمييز بين مختلف العقائد والنحل والمذاهب. ثالثا، أنها تجذب الأشخاص إليها ممن يهمها ضمهم إلى تنظيمها بطريق الإغراء بالمنفعة الشخصية، على أساس أن كل أخ ماسوني مجند في عون كل أخ ماسوني آخر في أي بقعة من بقاع الأرض، يعينه في حاجاته وأهدافه ومشكلاته، ويؤيده في الأهداف إذا كان من ذوي الطموح السياسي، ويعينه إذا وقع في مأزق من المآزق أيا كان على أساس معاونته في الحق للباطل. وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية، وتأخذ منهم اشتراكات مالية ذات باب.